هو ده اللي بيبقى ليه السياده طول المباراه. جوميز نفس ماتش الزمالك في الدوري اللي كسبه 2-1 لعب ماتش نفس الاسلوب ونفس الطريقه، هو لعب نفس الماتش اللي لعبه في الماتش السوبر ده. وللاسف النادي الاهلي ادى فرصه كبيره جدا جدا لزمالك انه يسيطر في الاخر تلت ساعه اخر ربع ساعه اللي بان فيها الزمالك قوي، انه الزمالك بيلعب وحاسس الاهلي لسه هيجي هيرجع، الاهلي مش قادر، لكن الزمالك في دماغه كده ان لعيب الزمالك برضه مش عايز يتجذب، كل لعبه في نص الملعب، الفريقين بيلعبوا في نص الملعب، مفيش خطوره كبيره جدا على الماتش، حتى الجون والبنالتي مفيش خطوره على المرميين طول الماتش، حتى نسب كابتن الكورنر هنا والكورنر كلها واحده متساويه، الزمالك عنده 3 الاهلي 0، مفيش مش كبيره يعني الاهلي الاهلي لعيبه الزمالك لما لقت لعيبه الاهلي مش موجوده ابتدت تتفوق في الربع ساعه الاخرانيه والتلت ساعه الاخرانيه اللي عمل فيهم التغيير وجاب جون. حتى احنا بنقول التغيير في الوقت اللي فيه ناصر ماهر ماسك الكوره هو خرجه واخد بالك، ومع ذلك الراجل نزل جاب جون ورجع تاني نادي الزمالك للمباراه. وانا مش عارف، انا يعني غلطات عبيطه من لعيبه المفروض لعيبه دوري ولاعيبه منتخبات، يعني ايه باك؟ انا لسه بسال كابتن محمد بره، احنا في حياتنا ما لعبنا بكعبنا في الملعب، يعني العب في كعب في التلت الاخراني وانا بلعب باك، العب في التلت الاخراني اعملها بكعبي عشان بصيع، مش اعملها بكعبي في نص الملعب بتاعي عشان تيجي جون فيا. يعني اللعيب ده احنا اقرب، يعني اي مدرب في العالم بيقول لك ايه؟ طلع اوت، انت مزنوق طلع اوت، تلحق تقف تاني وترجع فرقتك تاني، اشطفش شوط اي حاجه غير انك تعمل اللي انت عملته. يعني انت لعيب، انت 1-0 والماتش فعلا رايح مفيش جوان تاني، انت هتكسب فعلا 10 دقايق ربع ساعه مفيش، فانا بقول لك غلطه كده يا حياه الله، يعني انت بتشيله انا مش بشيله انا مش بشيله انا غلطه، لا هو في اكتر من خطا، مش خطا يا حياه الله. اولا نادي الزمالك كله بيلعب من الحته دي، زيزو بيروح من الحته دي، عمر جاب بيروح الحته دي، يعني عايز اقول لك لا محمد شحاته نزل تقريبا في الوقت ده ولا كان برضه محمد شحاته كان لسه لا نزل بعد الجول أوه. لكن انا مش عايز اقول مش عايز احمله لا المفروض لعيب دولي لعيب كبير لعيب الحته دي يقف او المدرب بتاعه اللي واقف بره اللي انا شايف اقدر اقارنه مع رول بقى كابتن دلوقتي؟ لا طبعا فرق كبير جدا بصراحة، أنا فرق كبير جدا. هو برضه معلول عنده الحتة دفاعية شوية في الفترة الأخيرة ضعيفة، ولكن بيغطيها بالحتة الهجومية، بيهاجم كويس جدا وبيتعمل له حساب. معلول بيجي في بعض الماتشات، أنا بحس إن البلاي ميكر بتاع النادي الأهلي البلاي ميكر فعلا. دلوقتي ما دام جبنا سيرة معلول، فكرة فسخ التعاقد مع معلول بسبب الإصابة بتشوفها إزاي يا كابتن؟ أنا لو شايف ده حصل الإصابة يعني الإصابة لو طولت شوية أنا ما فسخش، أنا استنى لشهر يناير اشوف هو يوصل لايه. ده قدامنا كام شهر؟ اربع شهور ده يعني كفيل ان شاء الله يرجع، وبقاله شهرين وشويه ولا 3 شهور كفيل يرجع في السن ويرجع، بس هي المشكله في السن اللي ممكن تعطله شويه بالظبط، ان انا السن ده اعطله شويه انه يقدر يتمرن ويقدر يكافح انه يقدر يرجع تاني، بس انا اعتقد ان شاء الله يرجع تاني ويقدر يرجع، يعني بصراحه انا اتمنى ان هو يرجع تاني. لا معلول لعيب كبير، بس هي الفكره فعلا يعني معدل السن في الوقت ده بتبقى صعبه. كنادي اهلي خلي بالك برضو كابتن، النادي الاهلي والزمالك من الفرق الكبيره اللي بتبص لمصلحتها رقم واحد طبعا عشان جمهورها طبعا، فبتشوف الدنيا ماشيه ازاي يعني. هو الزمالك ما عادش بيبص للسن، وقته وادها مجهود وكده، انت عارف ما بيسيبش ابنائه. بالظبط كابتن محمد، هل بس قبل ما هروح اخد رايك في القرار الخاص بالنادي الاهلي بتعيين كابتن رمضان مدير رياضي، القرارات اللي زي كده بتبقى وليده اللحظه ولا ممكن القرار بتاع معلول ولا رمضان؟ لا رمضان. رمضان انت عايز تتكلم على بتاعه معلول؟ اصل هو الموضوع الجزئيه اللي انت بتتكلم فيها دي احنا وصلنا لمرحله ان خلاص المفروض يبقى مفيش عاطفه. ما هو مفيش عاطفه. ما بالظبط كده، مفيش عاطفه، يبقى احنا لازم ندرس الموقف ونعرف مده الاصابه على الجهاز الطبي، بيحدد لنا مده الاصابه بالعلاج بتاعها بالتاهيل البدني بتاعها هياخد وقت قد ايه، واحسب الوقت ده من دلوقتي لغايه الوقت اللي هو هينزل فيه الملعب اول مره، هل الوقت ده يسمح ان هو يكون موجود دلوقتي ومقيد في الفرقه وواخدين مكان واستنى لغايه ما ينزل، ولا الوقت هيبقى طويل فانا ممكن استغنى عن مكانه دلوقتي لغايه ما اشوف الدنيا عامله ازاي، وممكن لو الدنيا مشيت مثلا في وقت في يناير ممكن يرجع يبقى موجود تاني. ده فيما يتعلق بموضوع علي معلول.
طيب قبل بقى ما اسالك السؤال هطلع لفاصل السؤال